السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات الفلاحين والفلاحات داخل المغرب وخارج المغرب، كنرحب بكم جميعا والسلام عليكم. الموضوع ديالنا هو أشجار الزيتون وشتلات الزيتون وكل ما يتعلق بالفلاحة. الموضوع هو إن شاء الله هذه شجرة الأربيكوين اللي هي العمر ديالها 3 سنوات. كيف كتشاهدوا تبارك الله كتعطي خير كتير رغم أنها ما مربياش كيف بغات هي، يعني ما مهلينش فيها المقلين شي شوية، ما مربيش مزيان وتبارك الله، يعني الحب بقى رقيق شي شوية، ولكن تبارك الله يعني داكشي اللي دار ديال الزيتون شداتو وما طيحاتوش، يعني كتقاوم هاد الاربيكوين، يعني كتصبر العطش، ويعني الزيتون حداها كبير كاع النوع البلدي ما مشدش مع العطش، ما شدش الزيتون ما فيهش، والاربيكوين وسطو يعني تبارك الله شاد الزيتون مزيان. وهاد الصيف تبارك الله يعني حقيقة يعني شاد الزيتون مزيان، والزيت اللي هو كيف ذكرنا وعودنا هو من الأصناف الإسبانية، تمرة صغيرة مستديرة تزن من 1 إلى 2 غرام، حجم النواة ملساء سائبة عن اللحم، نسبة الزيت من 17 إلى 20، وتنضج تمار من نوفمبر إلى ديسمبر، وتستخدم في استخراج الزيت فقط. الإخوان والأخوات اللي متبعينا اللي تخصوا شجرة شتلة الزيتون الأربيكوين، يعني موجودة الرقم على الهاتف، اتصلوا بنا على الواتساب. مرحبا بالجميع، كنرحبوا بكم جميعا، ويعني وجميع الشتلات، يعني أنواع الزيتون، يعني من بينها المنارة والحوزية وبشل المغربية، يعني يزيد عليهم بيكوال كورونوكي، يعني صنف إسباني كورونوكي، وبيكوال والأربوسانا والأربيكوين راهم إسبان، ويعني كاين أنواع أخرى هادو غير جداد، يعني فيهم واحد النسبة قليلة ديال الشتلات اللي هي تساوت وداليا، هاد جوج أنواع يعني فيهم واحد النسبة قليلة اللي خاصها شي حاجة قليلة، يعني واحد 300 شتلة في الصنف، يعني راه موجودة على شي واحد خاصها راه كاينة. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Я же говорю, что не прошу.